بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا مستمعاتنا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الإذاعي عبر الهاتف. ينضم إلينا مباشرة من الجزائر العاصمة سيد مختار فتحي، نائب رئيس الكونفدرالية العامة الجزائرية لأرباب العمل ورئيس بالنيابة. سيد مختار فتحي، أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي جرت البارحة تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كانت عديد الورشات وأيضا عديد الإجراءات الجديدة والقرارات الهامة، بماذا تعلقون عن هذه الإجراءات والقرارات؟ تفضل السيد مختار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، شكرا على دعوتكم الهاتفية. فيما يخص هذه الثلاثية مع السيد رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الوزراء، بادرة خير ما نلاحظه في الورشات، هناك أوامر وعلاقات جديدة على مستوى الوزارة نرجو أن تطبق على الميدان المحلي. هنا المشكل، هذا بيت القصيد. القرارات على مستوى يستمعون لإنشغالاتنا، لهم أذان صاغية، لكن على المستوى المحلي لا نوجد ذلك. يعني القرارات، تثمنون القرارات التي كانت نعم قرارات لجزائر جديدة وندوة وطنية ذات أبعاد ثمينة لوطن جديد لا نخاف عليه. سيد مختار فتحي، فيما يتعلق أيضا رئيس الجمهورية كشف عن عديد القرارات فيما يتعلق بالمتاحات البنكية اللي قيمتها قيمة معتبرة 1900 مليار دينار جزائري، تخصص لفائدة المستثمرين إلى غاية نهاية سنة 2020 في فترة قصيرة ووجيزة، مبلغ معتبر، هذا أيضا يساهم في دفع الاقتصاد الوطني بشكل عام. تفضل. يريد انتعاش اقتصاد جديد، صناعة لتحولات صناعية وزراعية، لأن الانتعاش يبدأ من الصغر، يبدأ بمؤسسات صغيرة. يعني كما جاء في خطاب الرئيس، هناك زراعة كثيفة، منتوج زراعي هائل، لكن التحويلات الزراعية عن طريق المصانع الخفيفة لا يوجد. على سبيل المثال، الشغل الشاغل اللي طرح الدولة بحل الجزائر، ما نجموش نصنعوا فريجيدار، نديروا لامبورطاسيون تاع الطولة، نديروا لامبورطاسيون تاع كلش، وحنا عندنا المادة الخام. طرحنا، نعطيك على سبيل المثال، تمنوا لنا القرار، طرحنا لهم مشكل. يعني نعطيك سبيل المثال، الطرقات يصنعوها بالزفت، بالقودرون. نعم. القودرون مادة مادة نفطية تجيب لامبورطاسيون. طلبنا منهم باللي يصنعونا لي زوتوروت بالبيطون. بالبيطون سي بلو سوليد الأولى، إي سي موان شير، إي سي دو لا ماتيير ألجيريان، بيرمون ألجيريان. دوزيامون، في لا ديفيرونس ما بين لو بيطون أرمي والبيتون بيتومي، نسيبو باللي في البيتون ارمي اللي بلو سوليد على البيتومي، باسكو كي نجيو للصحراء كي دير الزفت يديرو فيه السم شي يضيع، بصح البيتون ما يضيعش. منها تم في البلاص. هذا فيما يخص اقتراحات المنظمة لتشجيع المنتوج المحلي. التشجيع المحلي، طلبنا منهم على ليكزونوراسيون تاع لي بيناليتي دو روتار، طلبنا منهم كملوها. هناك اذان صاغيه في تثمين، يعني لرؤيه المتطلبات على المدى المتوسط والبعيد، ولكن توتسويت على المدى القريب، يعني الفوري. كاين اجراءات اتخذت على المدى الفوري، فورا قرارات فورية. فورية. وهناك لجان 11 ورشة، ونشاركنا احنا في 2 ورشات، والأذان كانت صاغية، يسمحونا نطلبوا باش يكون التثمين على المستوى المحلي، الإدارة تكون عندها الأذان الصاغية. هنا المشكل، استاذ
ماشي لي لوا كي نو كومبليك سي لانتربريتاسيون دي لوا كومون لي جون انتربريتات لي لوا سي بور سولا اون ان تران دو ديفينير لي لوا بيان كوم يل فو بيان ديتيرميني بيان ديفيني باش ما تكونش خلافات ولا خروقات القانونيه. سيد مختار الفتحي، باعتبارك من ولاية سعيدة، لو راك تمثل ربما أرباب العمل على المستوى الوطني ما دامك رئيس بالنيابة للكونفدرالية العامة الجزائرية لأرباب العمل ونائب الرئيس، لو نديروا إسقاط محلي بولاية سعيدة، تعرف بلي ولاية سعيدة فيها منطقتين صناعيتين ومناطق نشاطات مستحدثة مؤخرا، هذا كله لخلق مناخ استثماري ملائم في ولاية سعيدة. كيفاش تشوف ربما نقيموا الاستثمار عبر مراحل في المرحلة الأخيرة وإن شاء الله بعد هذه القرارات الجديدة وين المستثمرين يقدر يكونوا من ولايات أخرى يجوا لولاية سعيدة ما دام يوجد العقار الصناعي والفلاحي بولاية سعيدة؟ العقار الصناعي والفلاحي بولاية سعيدة مرتبط دائما بالكومونيتي لاتريبيسيون و سي اون بار دو les poches industrielles ne sont toujours pas viabilisées. Comment vous voulez qu'un investisseur vienne pour investir, on baille les viabilisations, la zone industrielle, mais c'est l'âme, la gaz, l'électricité, comment il investit? Il est en train de jeter son argent par la fenêtre. Il faut avoir un accompagnement d'administration. Et il faut que les administrations créent une administration je ne sais pas, collectif, coordinable. Il coordine entre les administrations afin de sortir d'une seule exigence sur l'investisseur. Monsieur, la zone industrielle, on prend l'exemple, une zone industrielle non électrifiée, mini hot l'usine terre, et vous l'avez acheté l'électrification, ça fait un kilomètre. Un kilomètre, c'est un projet, il ne peut pas l'investir. L'aide de l'État, s'ils veulent l'investisseur réussisse, c'est l'accompagner. Un bon accompagnement d'un investisseur, il aura au bain. Lekin khallih wahda hamel, il peut pas investir. نعم، فيما يخص فقط قضية الربط بالشبكات، ربما كانت المناطق الصناعية استفادت مؤخرا من عملية تهيئة هذه اللي ساهمت في تحضيرها حتى المستثمرين يلقوا ربما المناخ الملائم. سي مختار، تهيئة لا 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 يعني لي ترافو دو فيبيليزاسيون هادو، تهيئة المناطق. نعم، تهيئة المناطق الصناعية، يليق المناطق الصناعية تكون مهيئة كاملا، كاع لي كوموديتي كاينين، فيابيليزي، إلكتريسي، غاز، أو كي نقول لك لي روت هادو الطرق تاعهم. حنا يعطيه أن تيران ويروح يدبر راسه، ومن بعد ما يحوش عليه، يا با داكومبانيومون، يا با دي ميزور داكومبانيومون فيزافي لانفستور، يعطيه ويخليه يروح يدبر راسه، يخليه وحده. Ça, c'est impossible. Il faut l'accompagner. Ou les banques, on n'a pas des banques, on a des guichets. Les banques, c'est ça leur problème. Ils ne prennent pas le risque. Ils ne prennent pas le risque avec l'investisseur. Ils veulent toujours être gagnants et ça s'arrête là. Les banques doivent accompagner l'investisseur. Ils chauffent, ils te battent. Il y a des trucs s'il fait son investissement actuellement pour un montant de la réponse. D'ici un an. Et d'ici un an, tout va changer. Hein. Ce n'est pas le montant de l'économie. C'est faire dans un temps bref et tout de suite. C'est tout de suite qu'il faut faire. ان شاء الله كل هذه الاقتراحات اللي تقدمت بها السيد مختار فتحي كمنظمه او ككونفدراليه عامه جزائريه لارباب العمل ان شاء الله تجسد في الميدان. واسمح لنا ربما ان اراكم في لقاء قلت لي مع وزير السكن والوزير الاول، تقدر تحكي لنا هذا اللقاء هل في نفس السياق ام اللقاء اللي راكم؟ لا، حاليا الوزير الاول رحل لورشه واحده اخرى، احنا رانا في ورشه تاع مع وزير السكن، راهم بداوا العمل، رانا معاهم ورانا اقتراحات نطلبوهم منهم وراهم يديروها. نعم، يسجلوا فورا. مثلا في قطاع السكن مقترحات الكونفدرالية. مثلا في قطاع السكن هي خاصة العوائق اللي تصيب المؤسسات في الإنشاء من عن جراء لي زافنون، لي بروبليم دافنون، بروبليم دو بايمون. Le lancement des travaux, beaucoup d'aide.
سي مختار فتحي، كلمة أو رسالة للمستثمرين، المستثمرين الخواص المحليين سواء هنا في ولاية سعيدة أو عبر ربوع الوطن. شفنا في مرحلة سابقة وإن كان مستثمرين أيضا وهميين إن صح التعبير، الآن الإجراءات والإرادة السياسية حاضرة، لازم حتى من جهة المستثمرين تكون هناك إرادة للنهوض بالاقتصاد الوطني والمحلي. تفضل أستاذ رياض. الخطاب واش رانا نسمعوا من الاداره تاع الحكومه ما يبقى غير صح. كاين اجراءات، نعطيك على سبيل المثال، دخلنا على مستوى الوزير الاول، قلنا له وزير ما استقبلناش وجبنا له مستثمر داها اون نوت، قلنا روحوا عندي. هذه اخر نطمن المستثمرين يطمنوا كاين اداره جديده لتسمع، وما بين قوسين نقولوها لحد الان الحمد لله ماناش خايفين، بالك بكري كنا خافوا دروك ماناش خايفين. يا ويحه اللي يجي عرقل، وثاني من الجهه الثانيه من طلب من الاداره يا ويحه المستثمر اللي يجي باش يغش ولا يديفي. دروك كيما يقول لك باقي غير صح الخدمه وريني شاد تجيب. نعم سيد مختار فتحي بالتوفيق ان شاء الله، واشكرك أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا مباشرة عبر أمواج إذاعة سعيدة، وبالتوفيق لكم في الكونفدرالية العامة الجزائرية لأرباب العمل وحتى في مهامكم ربما في الاقتصاد أو في كرجال أعمال للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل الجزائر الجديدة. شكرا سيف إن شاء الله. شكرا. أي سلام عليكم، تحياتي وشكرا على الدعوة. شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله، في أمان.